كل سنة وانتم طيبين. النهاردة إن شاء الله أول حلقة من حلقات حكايات مع سنوسي. والنهاردة ثلاث أيام العيد، امبارح بدأ موسم التزاوج عند المصريين وعند أهالي الوادي الجديد خصوصا. كويس إن احنا نفرح، بس مش كويس إن احنا نموت الناس من الفرحة أو هي بتفرح. زفة العفش حاجة مش كويسة. احنا عايزين الناس كلها تفرح، بس مش عايزين الناس تموت. زفة العفش، بنلم العفش بتاع العروسة وبنلف بيه في الشوارع وبنجيب دي جي وبنعمل ازعاج للناس. احنا مش حابين كده، الناس كلها مش حابة كده. افرحوا، بس ما تحطليش 20-30 طفل في عربية ربع نقل وتلف بيهم البلد، حاجة مش كويسة. ما تجيبليش دي جي وقت الصلاة وتلف بيه ويقول اغاني. خلي الناس تفرح وتسمع اغاني زي ما هي عايزة، هي حرة، بس مش وقت الصلاة. يعني عندنا حكايات كتيرة حصلت وحوادث كتيرة حصلت في زفة العفش وزفة العروسة. اظن ان ده جه الوقت ان احنا نقنن الموضوع شوية، ان احنا نقلل. مش ذنبنا ان واحدة عايزة توري للناس ان هي جايبة لبنتها، او واحد جايب لبنته عفش كتير وبيغيظ الناس الفقراء. هو حر، بس احنا عايزين الناس تفكر ازاي تعمل ده باسلوب شيك، ازاي توصل العفش بتاع العروسة لمكانه اللي هيتحط فيه، ازاي ان هي تبدأ حياة جديدة على حاجة كويسة. في اعتقادي الشخصي ان زفة العفش هي نوع من انواع التباهي بين العائلات الكبيرة، ودي بتعمل عبء على الناس الفقيرة. يعني انا دلوقتي راجل مش مقتدر ان انا اجهز بنتي، فبيبدأ تجهيز الطفلة وهي عندها 10 سنين. 10 سنين عمر بدري عشان نشيل هم بنوتة ان احنا نجيب لها غسالة وتلاجة وبوتاجاز، عشان عاملين حساب يوم من الايام هناخد الحاجات دي ونلف في الشارع، محدش يبص علينا ويقول لا ده انتوا جايبين تلاجة من النوع القديم، او جايبين غسالة مش 12 قدم او 90 قدم زي ما بيجيبوا دلوقتي، او نجيب تكييف اللي هو بقى مؤخرا عادة من عادات الزواج في الوادي الجديد. عايزين نخفف على بعض، مش عايزين نعمل لبعض عيب. يعني اتمنى ان الناس وهي قاعدة بتتفق في الفرح او بتتفق على العفش ان احنا ما نجيبش حاجات جديدة، ما ندخلش في العفش حاجات تاني. احنا عايزين نبدأ حياة زوجية صح، علشان يبقى عندنا حكاية في يوم من الايام نحكيها للولاد، نقول للولاد احنا بدأنا بغسالة وتلاجة وبوتاجاز على قدنا وقدرنا نكبر بيتنا. لكن في بيوت كبيرة وعائلات كبيرة بتبدأ بحاجات كتيرة وبتنتهي بفشل ذريع. نتمنى ان الناس تفهم ان العفش وزفة العفش هي حاجة كويسة بس لو عملناها صح، وحاجة سيئة جدا لو احنا عملناها بالطريقة الخطأ. لو جبنا اطفال وركبناهم في عربيات وقفلنا الشوارع ومنعنا عربيات الاسعاف وعربيات المرور وعربيات المطافي ان يتعدي بالشكل السليم، ده ازعاج. لو وصلنا العروسة للعريس وصلناهم بشكل كويس وبدأنا حياة زوجية حاجة محترمة، دي حاجة كويسة جدا. اتمنى ان الرسالة توصل لكل الناس، ودي ان شاء الله الحلقة الاولى من برنامج حكايات مع سنوسي. هيبقى عندنا مواضيع تانية وحكايات تانية هنتكلم فيهم، زي الطلاق والزواج المبكر وموسم البلح، وهنتكلم في كل حاجة تتخيلوها. اتمنى اشوفكم على خير وكل سنة وانتم طيبين.